كيما قاعدين تشوفوا اليوم راح نديروا معانا الفروي كونفي اللي يجيو في الحلويات. كيما قاعدين تشوفوا هنا موجد قشور القشور تاع الشينه ومقطعته مكعبات. هنا مرد نخط بالماء عادي ما بارد ليل كامل بيت البارح يعني ليلة قبل وخليته. هنا دوك نصفاها وهنا واش نحتاج دي لازم نكون مرنختها ليلة قبل. نحتاج ماء، نحتاج سكر، نحتاج ملون غذائي، نعم خير اللون الأخضر. تحبوا تخليهم يعني لونهم الطبيعي خليهم لونهم الطبيعي. ونحتاج شوية قرص، قطرات قرص ليمون. درك نصفيو القشور تاع الشينة من الماء. تشوفوني في المرحلة الجاية. هنا الماء دام نطيشوش نستعمله في حاجة أخرى، نستعمله كمعطر. تقدري تحطيه في بخاخ وترشي بيه، تستعمليه كمعطر. يعني ما نقولكمش تجربوها الوصفة وتشوفوا وتفهموا عليها. هي بكاملة زيوت. هنا رناختها في الماء هذا نخبيه. نحتاجو كما قلت لكم تحتاجوه معطر، تحتاجوه الحاجة كما ريحته ملاحة ياسر كما نقول. تحبوني ندير لكم وصفات يعني ولا تدابير اخرى خلوا لي في كومنتار ولا خلوا لي في تعليق. هنا هاني صفيتها، هنا نحطها في الماء تغلي. هنا ما بارد هنا اللي راح نديرها نحي البرودة، نحي كما نقول احنا المرارة تاع الشينة. باسكو الشينة القشور تاع الشينة مر مش في القشرة البيضاء، المرارة موجودة في القشرة في هنا في الزيست كما نقول في القشور. درك انا المرحلة دي نخليها جست تبدا تغلي نبدلها الماء. هنا دوك تلاحظوا الماء يولي اصفر، المرارة تخرج. هذا مازال ما غلاش، مازال ما وصلش لمرحلة الغليان. الصفورية دي كي اللي فيها المرارة احنا نحيوها. المرحلة هذه مع يحكم الغلوة صاي، لكن واضحة صفورية ان شاء الله تكون واضحة. ها الماء اصفر. درك نصفي الزيست تاعي. ها كما تشوفوا هاني صفيته ودرت له ما بارد. درك نزيد نعاود له كيما المرحله الاولى. المهم نديرها ثلاثة مرات المرحله هذه.
درك كيما جايين نشوفو درك حنين نسنا في التالتة تغلي ونبدل لها المداح. ها درك بدا يغلي، درك نطفاها ونصفاها نشوفوا ما احنا جاي. هنا حطيت كمية قليلة يعني ناقصة فوق اللازم تاعنا. درك نحط الملون الغذائي تاعي ونحلو في الماء مع وحتى هكي معك. ونخليها تحكم غلوة. الطريقة هذه هي باه تلون كما نقولوا احنا الفواكه المجففة تاعكم. هي الطريقة الوحيدة اللي تخلي اللون مليح وحاكم. هذه هي الطريقة. درك نطفي ونخليها تريح شوية هنا بعد الخمس دقائق والغاز طافي. وهنا راني مجهزه صحن ونحط فيه بالورق نقولوا ورق تاع الطبخ ونخليه يشيح. تقريبا نخليه واحد نص ساعة، من نص ساعة لساعة وهو في البابي كيما هك حتى يبرد ويشيح. درك تشوفوني في المرحلة الجاية ان شاء الله. ها شوفوها وشاح تقريبا. درك هاي الكسرة نتاعي عاملة. هنا نحكم لازمني ندي القيس في الكاس كيل بي كما هنا كما بدي نشوف هيك نحطه في الكاس. درك اكزامبل هنا عندي كاس نقص شوية. هذه الفخوية الشينة تاعي المقصوصة. نحكف ندير نفس القيس تاع نفس الكيل تاع السكر. راني حاطت السكر هنا نفس الكيل تاع الماء. كلش كمية واحدة. نحرك بالمشعل الغاز
نذوب السكر تماما. وهنا عندي قيمة مغرف صغيرة، عصير تاع ليمون، تقدر تعوضيه بعصير تاع البرتقال، مغرف كبيرة عصير برتقال. درك نحط القشور تاع البرتقال، نحطه في الماء. درك نخليه كأني نطيب في مربى، الغاز ناقص كلش بعقله. كيما قاعدين نشوفو قاعد يطيب، تقول قاعد نطيب في كونفيتور بالعقل، وال تقول نطيب في المربى وعنار ناقصة. في المرحلة هادي سيفون عسل. هنا نزيد شوية ونطفيه، يعني ها معايا قبل تشوفوا دقائق، هنا لازم نوقف عليه. درك نطفيه ونخليه يبرد في الكسرونة تاعو، ولا في العمارة، ولا كل واحد كيف ما هي، كل واحد كيف فاهم وين يطيب. هي من الأحسن طيبيها في الحاجة الأولى. كي تحطها في حاجة في نقولو تحسها مازال تعسل. مازالت لي شوية كيما قاعدين تشوفو، انا نحط هنا نشوف تحسو المعسلة وثقيل كيما الكونفيتور. درك نطفيه، الوصفة تاعي واجدة، الفيكوي كونفي تاعي واجدين. درك نطفيه ونخليها في هنا تبرد تماما، وبعد نشوفوها مع بعضنا كي تبرد. ها كيما قاعدين تشوفوا كيف عجاوني ملاح ومعسلين. هادو ما درتهم قبل بالطريقة هادي، قصيتهم طوال. هنا محتفظين باللون تاعهم الطبيعي.
والهنا درتهم باللون الأحمر وحطيت لهم المنكه الفراولة، وهنا باللون الأخضر. شفتوا طريقة كاملة من الأول قسمتها معاكم، إن شاء الله نتلاقاو في وصفة أخرى إن شاء الله، وتعجبكم طريقتي كيفاه نعمل الفواكه المصبرة، وكما نقولوا حنا لي فوي كونفي كيفاه جات، وتجربوها وتعجبكم ونكون فدتكم إن شاء الله. نتلاقاو في وصفة أخرى، وسلام.